احب اتكلم النهارده عن الجولدن اور، الساعه الاولانيه بعد الولاده، واهميه وجود البيبي مع الام في الساعه دي، وان هو يبتدي ياخد البريست فيدنج من لحظه الولاده بعد ما بيتعمل له اسيسمنت وبنطمن على البيبي ان التنفس بتاعه مظبوط ودرجه حرارته مظبوط، بنعمل سكين تو سكين، والام بتبتدي ترضع البيبي على طول في نفس اللحظه. اولا الرضاعه بتبقى اسهل في المرحله دي كويس، لان البيبي لسه ما بيكونش شاف البوتل ولا عرفها، which is the golden standard في الموضوع. تاني حاجة ان هو بيظبط السكر عند البيبي، مش ساعات الاولاد بعد ما بيتولدوا بتلاقي ان السكر عندهم يحصل له دروب، لا بيظبط السكر عند البيبي. نمرة اتنين بيقلل الالتهابات كلها اللي عند البيبي كويس. عندنا كمان بالذات بتاعت الجهاز التنفسي، كل ما بيرضع احسن طريقة الرضاعة وطريقة المص بتخليه يبقى جسمه اقوى، بتقوي فيه الاميونيتي، بتعلي فيه الاميونيتي لانه بيعمل مجهود، والمجهود بيستيميوليت الاميونيتي، عكس ما بياخد الحاجة سهلة، لا ده كأنك بتمضغي. تصور ان انت بتاكله مثلا وتروحوا بلعين من غير ما تمضغه كويس. دي حاجات مهمة جدا بالنسبة للبيبي، بتقلل المشاكل اللي بتيجي في القولون بتاع البيبي والانتفاخات طبعا، بتقلل الإصابات بالبكتيريا والنزلات المعوية والكلام اللي بيجي لما بناخد البوتل، بتقلل احتمال حدوث ان البيبي يجيله بعد كده سمنة كويس، او بعض الأورام والاضطرابات بتاعة القولون. يعني احنا بندي للبيبي احسن حاجة في اول ساعة من ولادته، فلازم نحرص على جولدن اور. هنكمل عن الولادة الطبيعية واهميتها بقى بالنسبة للام. اول حاجة جولدن اور بالنسبة للام بتساعد على انقباضات الرحم، ولما بيحصل انقباض للرحم بتقلل النزيف ما بعد الولادة، وبتساعد الرحم ان هو يرجع لحالته الطبيعية، بتحمي الام من بعض الكانسرز زي بتاعة المبايض وبتاعة الثدي، كل ما ترضع فترة اطول كل ما بتقلل احتمال حدوث الكانسر او الاورام الخبيثة بتاعة الثدي بالتحديد والمبايض كويس. نفس وجود كوميونيكيشن وتفاعل بينها وبين البيبي بيقوي العلاقة بين الاثنين، وبيساعد على وجود علاقة قريبة بين الطفل وأمه، ووجود تفاهم وتناغم بينها وبين البيبي. بتقلل برضو حدوث الالتهابات والمشاكل بتاعة الثدي بعد الولادة، ما هي لو ما رضعتش الثدي هينتفخ، درجة الحرارة هتزيد، هيحصل التهابات اوكي، مش هتقدر ترفع رجل ايديها كويس، حاجات كتير حتى هتتأذى بسبب وجود الحليب اللي هو ما بيروحش للبيبي، اللي هو حق البيبي اللي موجود عند الام. فمهم جدا ان احنا كمان نحرص على ان احنا ندي البيبي الرضاعة الطبيعية علشان صحة الام، مش بس عشان صحة البيبي. ايه اهمية بقى الرضاعة الطبيعية للمجتمع كله؟ خلاص بالنسبة للمجتمع كله والكوست وكده، اول حاجة الرضاعة الطبيعية بتخلي البيبي يبقى النمو بتاعه طبيعي، والنمو العقلي والذهني والنفسي والجسدي، يعني هيبقى فرد صالح في المجتمع خلاص. ووجدوا في بعض الدراسات ان الناس اللي بتاخد قرارات مظبوطة هي الناس اللي رضعت رضاعة طبيعية مظبوطة. دي اول حاجة. بيقل زيارة الطفل للدكاترة، وان هما بياخدوا الانتيبيوتكس والعلاجات كلها، وبالتالي ده برضو توفير خلاص من ناحية الكوست. بنوفر الشراء بتاع الألبان، حضرتك بس كده شوفي العلبة الواحدة اللي هتستخدميها في اليوم، في 30 يوم، في 12 شهر، شوف هتتكلف كام في سنة واحدة كويس. It's too much، وياريتها هيلسي حتى، يعني دي بتسبب السمنة وبتقلل المناعة بتاعة الطفل كويس. فاحنا من ناحية الكوست فاحنا بنوفر،
في الكوست وبنحسن في الكواليتي. كويس. تاني الحاجة التانية المهمة بالنسبة للأم إنها بتبقى مبسوطة، لأن بعد الرضاعة بيفرز هرمون الأوكسيتوسين اللي بيحسسها بالسعادة، اللي هو إحساس العطاء، إحساس إنها she is giving she is supporting، فبيحسسها بالثقة في النفس وبيحسن السلف استيم وبيحسن الحالة المزاجية للأم، وبالتالي الحالة المزاجية للبيت كله تبقى كويسة في حالة إنها تكون بترضع. والرضاعة الطبيعية كمان بتخلي وزن البيبي يزيد الزيادة الطبيعية، يعني ما يبقاش عنده اوبيزيتي في المستقبل ولا أمراض في المستقبل، وبتمنع بعض الأورام، وبالتالي احنا بنوفر من كل النواحي، ففي فايدة للبيبي، في فايدة للأم، في فايدة للمجتمع بسبب الرضاعة الطبيعية. هنتكلم عن العوائق بتاعة البريست فيدينج أو الرضاعة الطبيعية، ايه الحاجات اللي هي بتعمل يعني عند الام بارير مش عايزه ترضع، او بتقول لك خلاص انا هنزل الشغل فانا كده ولا كده هيرضع بوتل كويس، او هشفط له ويرضع. احنا كده ما حلناش المشكله، لان البيبي محتاج الرضاعه الطبيعيه الستريكت بريست فيدنج دي خلاص اول 6 شهور. ومعظم الستات اللي عندنا بياخدوا 3 شهور رعايه طفل، فال3 شهور او ال6 شهور رعاية طفل دول انا اهم حاجة فيهم ان البيبي ياخد حقه ويرضع رضاعة طبيعية. في بعض الناس بيقولي لا ده احنا عايزين نسافر، اصلا انا هسيب البيبي واروح مش عارفة فين. الكلام ده ما ينفعش يا جماعة، الام والبيبي حاجة واحدة خلاص اول 6 شهور حاجة واحدة، ما بينفصلوش عن بعض بقدر الامكان. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة عندي اللي هي خايفة على شكل صدرها، خايفة شكل صدرها يبوظ، دي مش حقيقة خالص، دي حاجة بتتروج لنا علشان ما نرضعش وعشان نستخدم الفورميلا كويس وندفع فلوس كتير جدا. يقال ان احنا لما بنيجي نستخدم الفورميلا دي، طبعا انتوا بتكسبوا بقى الشركات والكلام ده، بالاضافة ان احنا بنضر كمان كويس، يعني احنا بناخد ضرر وبندفع فلوسه، ان تقريبا على مدار السنة ممكن تدفعوا اكتر من 4 الى 5 آلاف ضرر في السنة عشان بس بتجيبوا الحليب، ويمكن اكتر خلاص. وطبعا ساعات ما بيبقاش موجود، وساعات بيتغير، وكل 3 شهور مش عارفة ليه طريقة تغيير. الموضوع التاني اللي بيكون موجود في اول 3 شهور هو الاجهاد، تعبانة مش قادرة، البيبي بيصحى كل طاقتي خلاص، نامي لما البيبي ينام، واصحي لما البيبي يصحى، كلي اكل صحي، اشربي سوائل كويسة، العبي شوية رياضة، خلي في حد جنبك يساعدك ويدعمك طول الوقت. الموضوع محتاج صبر، ويعني ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يجزي الصابرين اجرهم بغير حساب. ده اهم صبر يا جماعة، ده جهاد في سبيل الله، ان انا والطفل بتاعي ياخد الرعاية الصحية كاملة، لان هو ما يقدرش يطلب حقوقه. فلازم تبقى عارفين ايه حقوق الطفل علينا، مش مجرد ان احنا بنخلفه وتبقى كده علاقتنا بيه انتهت.